اللي في الصورة دي اسمها دعاء سمير، ملكة جمال الشرقية، وهي صاحبة واحدة من أغرب القضايا اللي ممكن تسمع عنها في حياتك. وجمالها القوي ده مش لايق خالص إنها تبقى مجرمة، وقضيتها كانت واحدة من أهم قضايا الرأي العام في مصر. دعاء سمير من منيا القمح، وهي واحدة من أجمل بنات محافظة الشرقية، وبسبب جمالها ده كان في شباب كتير بيحاولوا يتعرفوا عليها. وبجانب جمالها ده، هي كمان كانت من عيلة غنية جدا، وخلال فترة دراستها في الكلية كانت على علاقة بشاب من نفس البلد، ولكن الشاب ده كان من مستوى مادي بسيط، وبسبب حالته الاجتماعية والمادية أهل دعاء سمير رفضوه لما تقدم لها علشان يخطبها. وبسبب الرفض ده الشاب ده سافر علشان يشتغل خارج مصر. وبعد ما اتخرجت دعاء سمير من الجامعة اتقدم لها مهندس من عيلة غنية جدا من منيا القمح، وعيلته كان عندها مصانع وشركات، وكان شغال عندهم عدد كبير من أهالي البلد. والمهندس ده كان مبسوط جدا ان هيتجوز دعاء، واللي كان لقبها في الشرقية ملكة جمال الشرقية او برنسيسة الشرقية. وبعد ما أهلها وافقوا على الجوازة دي عاشت في بيت كامل جوزها عمله لها لوحدها، وكان فيه كل أنواع رفاهيات الحياة. وخلال فترة الجواز خلفت بنت جميلة جدا تشبه لها بالظبط، والحياة بينهم كانت مستقرة لمدة سنتين. وبعد السنتين كل حاجة في حياة دعاء سمير اتغيرت، وهي ماشية بالصدفة في الشارع قابلت الشاب اللي كانت مرتبطة بيه في الجامعة واللي أهلها رفضوه لما تقدم لها، وعرفت منه إنه هو رجع من السفر علشان يستقر في مصر، لأنه ما قدرش يعيش في الغربة كتير، ولأنه كمان ما قدرش يكون مبلغ مالي يقدر يخليه يبني نفسه ويكون نفسه بطريقة كويسة. وبعد ما تكلموا شوية مع بعض خد منها رقم تليفونها، ولحد اللحظة دي الموضوع كان يعتبر عادي، برغم إنها تصرفت تصرف غلط انها تقف تتكلم مع حد في الشارع، وتحديدا انها كانت على علاقة بيه قبل كده. ودعاء مجرد ما رجعت البيت كانت حاسة انها فرحانة جدا انها قابلت الشاب اللي كانت بتحبه، وبدأت تفكر فيه بشكل مستمر. وفي نفس الوقت الشاب اللي كان يعرفها هو كمان كان بيفكر فيها، وقرر ان هو هيتصل بيها على التليفون، وبدأت العلاقة بينهم تبدأ ان هما بيتواصلوا مع بعض عن طريق التليفون وبس. وكان الموضوع في البداية مجرد دردشة وكلام عادي، لحد ما هم الاتنين اعترفوا لبعض ان هم لسه بيحبوا بعض. والموضوع اتطور بينهم لدرجة ان هو احيانا كان بيجي لها البيت لكن على فترات بعيدة، وهي بدأت تخاف ان حد يشوفه او ان حد يقول لجوزها. فبدأت ملكة جمال الشرقية تفكر في خطة تخلي العلاقة اللي بينها وبين الشاب ده تبان قدام الناس انها علاقة عادية، وكانت معتمدة في خطتها على ان جوزها كان بيحبها جدا ومستحيل يرفض لها اي طلب. فطلبت من جوزها ان هو يشغل الشاب ده عنده في واحدة من الشركات بتاعته، على اعتبار انه اخو واحدة صاحبتها، وانه ظروفه المادية مش كويسة، وانه خريج جامعة ومتعلم كويس. لكن جوزها المهندس رد عليها بالرفض، لان عنده عدد كبير جدا من الناس شغالين عنده، وانه لو توفرت فرصة كويسة ومناسبة ليه هيشغله على طول. لكنها طلبت منه انه بلاش يحرجها مع صاحبتها، وبدأت تقول له كلام كتير عن الشاب ده علشان تقنعه، منها ان هو حد شاطر ومتعلم، وانه هيساعده في تفاصيل كتير جدا في الشغل، وانه ممكن كمان يبقى المساعد الشخصي بتاعه. وبعد مناقشة بسيطة جوزها وافق ان هو هيشغله، وده للأسف. وبدأ الشاب ده يشتغل معاه في كل التفاصيل، وكان قريب منه جدا، وكان بيعمل كل الحاجات اللي تخلي المهندس ده يثق فيه بزيادة ويقربه منه اكتر، لدرجة انه كان بيجيبه عندهم في البيت علشان يقعدوا مع بعض يتكلموا في الشغل او يحضروا للشغل الجديد. وطول الوقت ده جوزها ما كانش عارف ان اللي قاعد قدامه ده هو عشيق مراته. وبعد ما نجحت المرحلة الاولى من الخطة بدأوا في تنفيذ المرحلة التانية. دعاء سمير وعشيقها جابوا منوم، وكل ما كان جوزها المهندس يرجع من الشغل تحط له المنوم في الاكل وفي العصير اللي بيشربه، ومجرد ما بيقعد شوية يدخل ينام لانه مش قادر، ولان اثار مفعول المنوم بدأ يشتغل. واول ما تتأكد
متأكد ان هو دخل ينام كان الشاب ده بيطلع البيت ويقضي معاها اليوم عادي. وطبعا ما كانش فيه اي حد من الجيران بيشك ان في حاجة غلط بتحصل، لان الشاب ده كان يعتبر المساعد الشخصي لجوزها وكان بيطلع معاه كتير قدام اهالي المنطقة. ويفضل الموضوع ده مستمر لفترة طويلة لحد ما دعاء بدأت تحس ان جوزها شاكك ان في علاقة مش طبيعية بين دعاء وبين الشاب ده. فبدأ الدعاء وعشقها يفكروا في المرحلة الثالثة والاخيرة من الخطة، انهم ازاي يتخلصوا من جوزها وتبقى العلاقة بينهم شرعية، لان هم اتفقوا انهم هيتجوزوا بعد ما يتخلصوا من جوزها. وكانت خطة دعاء انهم هيقتلوا جوزها، وانها هتعتمد على ان جوزها تاجر كبير في السوق، وغالبا بيكون للتجار اعداء كتير موجودين، ولان عيلتها كبيرة ومعروفة في الشرقية ومنيا القمح، فمن الصعب ان رجال الامن ممكن يشكوا فيها. واتفقوا على كل التفاصيل وحضروا كل الادوات اللي هيستخدموها في عملية القتل، وحددوا كمان اليوم اللي هينفذوا فيه الجريمة. دعاء استنت جوزها لما رجع على البيت وحطت له منوم لكن بكمية اكبر في عصير مانجا، وبعد ما شرب العصير دخل في النوم على طول. واستنت لحد ما بنتها دخلت تنام هي كمان، بلغت عشقها علشان يطلع لها على البيت. اول حاجة عملوها ان هم سحبوه على الحمام، وبعد ما قتلوه قطعوه لاجزاء كتير وحطوا الاجزاء دي في مجموعة من الكراتين والاكياس البلاستيك، ونزلوا في السر يوزعوها في اماكن متفرقة. وبعدها دعاء طلعت ونامت في البيت عادي، وعشقها نزل روح وكأن ما فيش اي حاجة خالص حصل. تاني يوم على طول الاهالي لقوا اجزاء من الجثة موجودة في اكتر من مكان، فطلعوا بسرعة على البيت عندها وبلغوها، وهي عملت انها منهارة جدا. وبلغوا رجال الامن، واول ما وصلوا على البيت وسألوها انها ممكن تكون بتشك في مين، فقالت لهم ان جوزها تاجر ومهندس كبير، وانه اكيد له اعداء كتير في السوق، فممكن حد من الاعداء دول هو اللي عمل فيه كده. وتبدأ عمليات البحث من رجال الامن وارسال جثة المهندس للطب الشرعي علشان يحددوا ايه اللي حصل بالظبط. ولان دعاء سمير وعيلة المهندس كانوا من العائلات الكبيرة والغنية في منيا القمح، فكانت القضية بتاعتهم بسرعة جدا قضية رأي عام. وبالصدفة واحد من رجال الامن يشوف بنت دعاء سمير الصغيرة قاعدة على جنب، فيقرب منها ويدردش ويتكلم معاها شوية ويسألها اخر مرة شفتي باباكي كان فين وكان مين موجود معاكو في البيت. فالبنت بشكل عفوي ردت عليه ان في شاب هو المساعد الشخصي بتاع باباها كان بيجي البيت كتير معاه، وانه كان احيانا بيجي البيت لمامتها بس بيكون باباها مش موجود. رجل الامن ده حس ان كلام الطفلة دي هو مفتاح السر بتاع القضية، فبدأ يسأل عن الشاب ده ويعمل عنه تحريات، لحد ما اكتشف وعرف ان الشاب ده ودعاء سمير كانوا على علاقة مع بعض من زمان، من ايام ما كانوا طلبة في الجامعة، وانه بعد كده اشتغل مع جوزها في الشغل، وان القريبين من جوزها كانوا عارفين ان جوزها ما يعرفش حاجة عن ان الشاب ده كان على علاقة زمان بدعاء سمير. رجال الامن استدعوا الشاب ده وبدأوا يحققوا معاه، لكنه في البداية كان بينكر معرفته باي حاجة، لحد ما قالوا له ان دعاء اعترفت عليه. وهنا الشاب ده خاف يتحمل مسؤولية القضية لوحده واعترف بكل اللي حصل لرجال الامن، وكل اعترافاته كانت متطابقة تماما مع تقرير الطب الشرعي، تحديدا في الادوات اللي تم استخدامها في تقطيع الجثة. وتم القبض على دعاء سمير، ولما اهالي المنطقة عرفوا اللي حصل اتجمعوا حوالين مركز الشرطة عايزين يعتدوا عليها باي طريقة، وده لانهم كانوا بيحبوا جوزها المهندس جدا لانه راجل طيب وكان مشغل عنده ناس كتير من اهالي المنطقة. اعترف الدعاء سمير بكل حاجة واتحكم عليها بالاعدام، لدرجة انه اثناء تنفيذ حكم الاعدام عشماوي وهو كان اشهر شخص في مصر مسؤول عن تنفيذ احكام الاعدام قال انه تأثر جدا بقضية دعاء سمير، تحديدا لما شافها وشاف جمالها، وكان صعبان عليه ان واحدة بالجمال ده ترتكب جريمة بالشكل ده ودي تكون نهايتها. سلام عليكم.